أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في القدس العربية العراق حملات اعتقال في ذقار وناشطون يختبئون خارج منازلهم. وفي المدى ناشطو الناصرية يعيشون ليلة مرعبة، قوة أمنية لاحقت العشرات. وفي العرب الجديد مستقبل أوبك في خطر، الخلافات وأزمات المال تحاصر المنظمة البترولية. وفي الشرق الأوسط فايزر وبيونتك تطلبان ترخيص لقاحهما ضد كورونا في أوروبا. وفي العرب اللندنية مقتدى الصدر يحاول إخضاع حكومة الكاظم بصولة فرسان جماهيرية. وفي نيويورك تايمز اتفاق تطبيع بين السودان وإسرائيل معرض لخطر الانهيار. وفي فورين بوليسي أكراد العراق ينقلبون على حزب العمال الكردستاني. إلى قائمة شهداء انتفاضة تشرين الأول أكتوبر 2019 وجرحاها الذين تجاوز عددهم عشرات الآلاف، أضافت مدينة الناصرية في محافظة ذقار جنوب العراق في الأيام الثلاثة الأخيرة ضحايا جدد من شباب لم تتح لهم فرصة التمتع بشبابهم وتحقيق طموحاتهم وأحلام ذويهم. 7 شهداء و85 جريحاً. تتساءل الكاتبة هيفاء زنجنة في مقال لها بموقع شبكة البلاد، لماذا يقتل شبابنا ومعهم تدفن آمالنا ومستقبل بلادنا؟ يتساءل الأهالي المخضبة وجوههم بالدموع وهم يرون أبناءهم يقتلون بلا سبب غير مطالبتهم بحق الحياة الكريمة، وألا يهانوا في بلدهم على أرضهم، وأن يعيشوا أيامهم كما يعيشها الآخرون في بلدان أقل ثراء. تبين مراجعة الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المواطنين في أرجاء العراق على مدى 17 عاماً الأخيرة أنها بدأت بشكل طائفي وعرقي تزامناً مع احتلال البلد وعودة أحزاب المعارضة المتعاونة مع المحتل للاستحواذ على السلطة، وهي بلا جذور حقيقية في المجتمع، فكانت بحاجة ماسة إلى تجذير وجودها عن طريق التخويف والترهيب واختلاق هويات مصطنعة وادعاء حماية مجموعة سكانية ضد أخرى، إلا أن تصنيع هذه السيرورة الطائفية العرقية تلقى ضربة قوية مع انطلاق انتفاضة تشرين التي أكدت للجميع على اختلاف الأديان والمذاهب والأعمار والطبقات من ضمنهم المتضررون حقا من سياسة النظام السابق وضحايا طائفية نظام الاحتلال والإرهاب، أن فساد النظام ولا وطنيته واحتقاره المواطن هو أساس المشكلة الحقيقية، فكان صوت المحتجين واحدا بلا تصنيف مسبق في كربلاء والنجف وبغداد والبصرة والديوانية، مطالبا بوطن وإنهاء الفساد المنتشر في كل مؤسسات الدولة والحكومة وتقديم قتلة المنتفضين للقضاء والكشف عن مصير الناشطين المخطوفين. وكادت الانتفاضة أن تحقق ما هو أكثر من هذا بعد نجاحها بإسقاط حكومة عادل عبد المهدي لولا انتشار فيروس كورونا وميل البعض إلى إعطاء الكاظمي فرصة لتحقيق قائمة وعوده الطويلة والتي تمخضت عن استمرار خطف واعتقال وقتل الناشطين. إذا كان هناك ما يستخلص من انتفاضة تشرين بساحاتها الممتدة في عديد المدن وعودة المنتفضين إليها على الرغم من وحشية رد فعل الميليشيات ودعم أو صمت جهات النظام الأمنية، فهو أن النظام المبني على الفساد والمكون من مجموعات لصوص أكثر منها عرقية أو طائفية تستطيع مهما احتربت في ظروف توفر الريع النفطي وحده أن تعيد توزيع أسلابها، وهي لا تحتاج الشعب ما دامت قادرة على التشبيك مع القوى الإقليمية والدولية. إلى صحيفة العرب اللندنية، إذ يقول الكاتب ماجد السامرائي في مقال حول قانون الجرائم المعلوماتية بعد 17 عاماً من حكم الأحزاب الشيعية حيث توطدت هيمنتها على الناس بقوة سلاح الميليشيات وبدعم نظام طهران، اكتشفت ضرورة تكميم أفواه الشعب بعد أن جوعته على غرار تجربتها الناجحة التي ورثتها من المحتل الأمريكي
في قانون محاربة الإرهاب ومادته الرابعة التي تحولت إلى سيف قانوني يستخدم ضد كل المعارضين للنظام خصوصاً أبناء الطائفة العربية السنية. المعركة الداخلية مستعرة بين جميع الأطراف الشيعية، بعضها يسعى إلى تقليل وإغلاق بعض منابر التسقيط الإعلامية من خلال قانون جرائم المعلوماتية، والبعض الآخر يجد في إصداره حماية لهم من حملات الفضائح الكبرى في القتل والاختطاف والسرقات الكبرى التي تكشفها نخب الشباب المنتفض والصحفيون والكتاب العراقيون الأحرار. سبب عدم إقرار البرلمان حالياً لهذا المشروع الخطير والكاتم للحريات لم يكن فقط بسبب الضغط الهائل من قبل منظمات المجتمع المدني المحلية والتقرير الخطير لمنظمة Human Rights Watch، بل لوجود خلافات شيعية حول من يتسيد الحكم من الشيعة عام 2021 بعد فشلهم في تجربتي عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي. القانون الجديد بعد إقراره سيعطي الصلاحيات المطلقة للجلادين والقتلة داخل الحكومة وخارجها للزج بالآلاف من الشباب والكتاب والصحفيين في السجون تحت تهم الإضرار بالأمن العام أو الإساءة للرموز الشيعية السياسية والدينية، فيما تعفي الحكومة أحزابها نفسها من المساءلة وهي تنشئ المئات من أجهزة المراقبة البوليسية والتنصت والمتابعة الإلكترونية ضد المواطنين. قادة الأحزاب الشيعية وميليشياتها لا تهمهم أصوات المنظمات المحلية والدولية المنددة بانتهاكات حقوق الإنسان وإرهاب المواطنين وقمعهم وتكميم أفواههم بالقوانين البوليسية، حتى ولو وصل الحال إلى إعلان أممي بأن العراق أصبح عنوانه بلد الموت والتجويع والإرهاب والفساد. هم مصرون على الاعتقاد بأن الحكم لن يخرج من أيديهم، لأن هناك صكا ووثيقة وقعها الولي الفقيه في طهران لا تسمح بتغيير النظام في بغداد إلى حكم المواطنة المدنية. ليست هذه المرة الأولى التي يسقط فيها البرلمان بامتحان النزاهة، فقد فعلها قبل سنوات حين مهد الطريق أمام هروب فلاح السوداني، وحين صمت عن سرقات وعمولات مشعان الجبوري، وعندما كافأ حسين شهرستاني على ضياع مليارات الدولارات من عقود النفط والكهرباء، وغض النظر عن هروب ماجد النصراوي إلى أستراليا. عن الفساد الحكومي كتب علي حسين في صحيفة المدى. الأجهزة الأمنية التي وقفت طوال تظاهرات تشرين متفرجة على الدماء التي سالت في ساحات الاحتجاج بزعم أنها تمارس فعل الحياد مثل هذه الأجهزة آخر من يتحدث عن الأمن والأمان، مثلما النواب الذين يتحركون بخفة الفراشة للحصول على عقود ومناقصات، ثم نشاهدهم على شاشات الفضائية يذرفون الدم على الأموال التي نهبت. مثل هؤلاء النواب يدمرون السياسة بعد أن دمروا مفهوم النزاهة والأمانة وخدمة الوطن. ومجلس النواب الذي يصر على أن أفضل من ينشر النزاهة في العراق هو النائب حمد الموسوي الذي تحول في الأشهر الأخيرة إلى مقاوم للأمريكان، وأن أفضل من يدير لجاننا المالية نائب بحجم مثنى السمرائي الذي لفلف من قبل وبنجاح عقود وزارة التربية. يتحدث معظم السادة النواب عن النزاهة، وهذه مسألة بحاجة إلى تحليل من خبراء علم النفس. لا يوجد شيء واحد أكثر بشاعة من القتل سوى الفساد، لذلك هناك قاعدة واحدة للنزاهة، إما الدفاع عن حقوق الناس البسطاء وإما الاتجار بالعملة في بنوك عمان وبيروت، وهناك شرط واحد للوطنية هو الإيمان بالوطن، وهذه قضايا لا تقبل استثناءات. يتحدث معظم السادة النواب عن النزاهة، وهذه مسألة بحاجة إلى تحليل من خبراء علم النفس. لا يوجد شيء واحد أكثر بشاعة من القتل سوى الفساد، لذلك هناك قاعدة واحدة للنزاهة، إما الدفاع عن حقوق الناس البسطاء وإما الاتجار بالعملة في بنوك عمان وبيروت، وهناك شرط واحد للوطنية وهو الإيمان بالوطن، هذه قضايا لا تقبل الاستثناءات. حكومة الكاظمي تماطل في الإعلان عن نتائج تحقيق في مجزرة الفرحاتية في محافظة صلاح الدين. تقرير كتبه أكثم سيف الدين في صحيفة العربي الجديد، نستمع إلى جزء منه. قال مسؤول محلي رفيع في ديوان محافظة صلاح الدين للعربي الجديد
إن اللجنة التحقيقية أنهت تحقيقها منذ أول 3 أيام من الجريمة، وخلصت من إفادات الشهود وعناصر الأمن بحاجز التفتيش القريب من منازل المغدورين، وبمراجعة نداءات أو مكالمات السيطرة المركزية الأمنية في المنطقة، إلى أن الجريمة نفذتها عناصر تتبع لواء 41 ضمن ميليشيا عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي. وأضاف أن التحقيقات أغلقت بعد ذلك بمغادرة الفريق الذي وصل من بغداد، ولم يصل بعدها أي مسؤول للمنطقة، وكل ما يقال غير ذلك هو كذب. وتابع هناك 11 عنصرا من جماعة عصائب أهل الحق متورطون بإعدام المواطنين واختطاف 4 آخرين، وأكد ذو الضحايا أن بإمكانهم تشخيص المجرمين الذين اقتحموا منازلهم ليلا حال عرضهم عليهم، لكن فريق التحقيق غادر المنطقة رغم أنه وعد بمخاطبة هيئة الحشد الشعبي لاستدعاء المشتبه بهم من الميليشيا المتهمة. إن الانتقادات للمواطنين على مواقع التواصل لتصريحات المتحدث العسكري اللواء يحيى رسول الذي ألمح إلى أن تنظيم داعش الإرهابي متورط دفعها إلى التريث في إعلان التحقيق واعتبار الجريمة عملا إرهابيا لتنظيم داعش، لذا من المرجح الآن التسويف في الكشف عن نتائج اللجنة. على الرغم من مرور 3 أسابيع على إعلان السلطات العراقية اكتمال التحقيق بمجزرة الفرحاتية التي راح ضحيتها 12 عراقيا أعدموا رميا بالرصاص واختطاف آخرين ما زال مصيرهم مجهولا، والتي وقعت في محافظة صلاح الدين قبل نحو 50 يوم، إلا أنها لم تكشف عن نتائج التحقيق. الدوحة وأنقرة، استحقاقات السياسة في الاقتصاد، عنوان مقال نشرته صحيفة القدس العربي للكاتب مثنى عبد الله، وجاء فيه الانفتاح الواسع على التطبيع بين دول الخليج وإسرائيل والذهاب إلى أبعد من ذلك في شكل تحالف استراتيجي كان لابد أن يفرض نفسه على القمة، كما يحاول الطرفان ترتيب أوراقهما استعدادا للتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة. وعلى الرغم من استحالة وجود تطابق تام في الرؤى بين أي دولتين في العالم إلى حد الاستنساخ، لكن المشتركات بين البلدين كانت كبيرة، وكان التفاعل السياسي متناغما بشكل مريح، فقد كان موقفهما متطابقا حول ثورات الربيع العربي، وكذلك في القضيتين السورية والليبية. إن التهديدات التي تعرضت لها قطر من نسيجها الخليجي والحصار الذي فرض عليها جعلها تنظر إلى تركيا على أنها نوع من العمق الاستراتيجي لها، وأي دولة في العالم عندما ترى أن محيطها بات يمثل تهديداً وجودياً لها فإنها تذهب في هذا الاتجاه. في ظل هذا الواقع أصبحت تركيا حليفاً وضماناً، ولأن المعادلة في العلاقات الدولية لا تقوم على فائدة طرف واحد دون آخر، كما أنها لا تتأسس على المبدأ الذي تعمل به المنظمات الإنسانية، فمن الطبيعي أن تنظر أنقرة إلى المحفظة المالية للدوحة وكونها سوقا تجاريا مهما لها. وهناك اليوم حوالي 550 شركة تركية تعمل في قطر ونفذت مشاريع بقيمة 20 مليار دولار، ولأن الاقتصاد التركي يعاني من أزمات مستعصية على وقع الانهيار الكبير في العملة المحلية وارتفاع نسب البطالة والتضخم، فإن توسيع وتوطيد العلاقات التجارية مع الدوحة يعطي دفعة قوية للاقتصاد التركي. فإذا كانت تركيا قد سارعت الوقوف إلى جانب قطر في الأزمة السياسية التي ألمت بها مع شقيقاتها الخليجيات، فإن استحقاق ذلك الموقف السياسي الذي دفع المخاطر بعيدا عن الدوحة لابد أن يكون له ما يقابله في الأزمة الاقتصادية التي تعانيها أنقرة. يتساءل الكاتب، لماذا لا يوجد هذا الأفق الواسع من العلاقات الاقتصادية بين دولنا العربية؟ لماذا لا يرتقي النظام الرسمي العربي إلى صيغة التحالفات البينية كتلك التي يذهب لإقامتها مع الآخرين؟ ليس سراً أن الحكومات التركية تفضل تقليدياً الإدارات الأمريكية الجمهورية على الديمقراطية، ولا أن أنقرة كانت تفضل رئاسة ثانية لترامب ليس فقط تجنباً لإدارة ديمقراطية، ولكن أيضاً لأسباب تتعلق مباشرة ببايدن، ذلك أن مواقف الرجل وتصريحاته تجاوزت فكرة دعم اليونان في القضية القبرصية مثلاً، والعلاقات الطيبة مع اللوبي اليوناني في بلاده، لتصل للدعوة الصريحة لدعم المعارضة التركية للإطاحة بأردوغان.
حول الموضوع كتب سعيد الحاج في موقع عربي 21، نستمع إلى جزء من المقال. تعول تركيا على أنها طرف مهم جدا لأي استراتيجية أمريكية فيما يخص المنطقة، لكنها أيضا تعمل على إعداد أوراق قوة تفيدها في هذا السياق وتجنبها أي تصعيد غير مرغوب به مع واشنطن. تحذر معظم التوقعات من أزمات كبيرة بين البلدين في ظل إدارة بايدن، وهي توقعات لها الكثير من الوجاهة بالنظر لتعقيدات الملفات الخلافية وتوجهات بايدن المعروفة وتصريحاته خلال الحملة الانتخابية. لكن يمكنني أن أقول إن العلاقات البينية ستكون أصعب على تركيا، لكن ليست بالضرورة أسوأ من فترة رئاسة ترامب، لا سيما على المدى البعيد. صحيح أن الأخير امتدح أردوغان كثيرا وأجل فرض عقوبات على تركيا مؤخرا، إلا أنه أيضا فرض عقوبات أضرت بالاقتصاد التركي وهدد أنقرة أكثر من مرة، وتميز عهده بالتذبذب والاضطراب في عدة ملفات، بينما يتوقع من إدارة بايدن أن تؤسس لعلاقات أكثر وضوحا ومؤسساتية حتى ولو كانت صعبة على تركيا كما أسلفت، وهو أمر يمكن لأنقرة أن تستثمره إن امتلكت الأدوات والمفاتيح المناسبة. ورغم كل ما سبق لم تبدي أنقرة أي إشارة سلبية تجاه بايدن أو النتيجة، بل شددت تصريحات عدة مسؤولين فيها، في مقدمتهم نائب الرئيس فؤاد أوكتاي ووزير الخارجية مولود تشاوش أولو على أنها ستتعامل مع أي رئيس يختاره الشعب الأمريكي، أن العلاقات بين البلدين مستقرة وفوق الأحزاب. بمجرد أن تطأ أقدام الزائرين وادي إهلارا في ولاية أكسراي وسط تركيا، يشعرون بأنهم داخل متحف مفتوح، إذ يعج بالمواقع الأثرية والتاريخية وسط طبيعة خلابة تظللها ألوان الزهور الخريفية والأجواء الشتوية الساحرة، حسب تقرير نشرته صحيفة القدس العربية. ويستقطب وادي إهلارا سنويا آلاف السياح المحليين والأجانب على مدار العام لرؤية الكنائس المنحوتة في الصخور والوديان والسلاسل الجبلية والآثار التاريخية التي تعود لمئات السنين. ويبلغ طول الوادي المعروف باسم لؤلؤة كابادوكيا نحو 18 كيلومترا، ليكون أحد أطول الأخاليد الجبلية في العالم، فضلا عن كونه مركزا دينيا في العهود الأولى للمسيحية. والآن مشاهدينا مع كاريكاتير اليوم. إذن بهذه الرسوم نصل لختام صدى أقلام اليوم. في صدى أقلام جديد بعون الله نلتقي، دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.